والله انك حي الان، يعني هيبته وميت وحي نفسها. حتى اذا كنت بتخذ قرار تخيل اقول ابوي لو حي وشو يقول؟ يقول انت راك بتعدمني كذا. والله والله ما اتحمل. قول يا ابو هزاع. لكن لعل الناس تدعي له. احنا من يوم جينا على الدنيا وابوي مريض، عمره جاء جلطه، من اول من يجيه جلطه في المملكه، يعني ما كان يجي جلطات، مرض عمره 30 سنه جاء جلطه في القلب. لا اله. من يوم تزوج يعني من يوم تزوج الوالد وتعبان مريض. ف والله ما عمرنا يوم من الايام شوف مريض القلب تكون اخلاق يعني دائما ما بيده بحكم انه مريض وكذا. والله ما عمري يوم من الايام زعلته لاجل اقول لو ما تكون راضي عني. الله يرضى. فكان وانا من عيالي في السياره وحين الله يرحمه يزعل وكذا. والله ما عمري يوم من اني استحيت من حرمتي ولا من عيالي، بالعكس اني مبسوط. اقول لعلهم يشوفونه هو يزعل علي وانا ايش قاعد اسوي وهم يسوون نفس الشيء، لان الواحد مو بدايم صحيح. وكان يدخل المستشفى دايم، فكنت استحي اقول يا ابوي انت مديون ولا شيء، اخاف انه يقول انك ايش مستعجل على موتي. والله ما كنت اقدر اقوله. لين دخل المستشفى مره يعني شفت الموضوع ما عاد يتحمل. شفت العرق ينزل وشفت الامور خلاص ومؤشرات المؤشرات الحيويه للجسم بدات ايش بدا يفقدها. فقلت انا هذه فرصتي ينقذ، يمكن مديون يمكن شيء، فرصتي اني اخذ الشهاده وادخل الجنه. هذه يعني هذا فاستحيت انا. قلت يا ابوي سامح انت زعلان من احد؟ قال لا. قلت مدين شيء؟ قال لا. قلت سامع عبد الرحمن اخوي. خفت ابدا بنفسي اكون طماع وكذا. والله العظيم سامح. قلت سامح فلان في بين واحد مشاكل. قلت سامح. قال الله يسامح فلان فلان فلان. انت بتكلم الله يرحمه. بتكلم جدتي؟ قال لا تعبان ما يقدر. قال بس سلم عليها. قلت طيب انا مسامحني؟ قال لي والله مسامحك. الحمد لله. قسم بالله العظيم انها تعادل كل الشهادات. يا الله. انا دحين ما مصدق اني مسامحني. قلت انت مسامحني صدق؟ انا والله ما ادري شيء، بس احيانا اسوي شغلات مثلا ومن جوا اسويها وانا ماني براضي. كان اسويها غصب عني. قلت يمكن ربي يدري. اشهد علي الله ان اللي عنده اب وان في نعمه ما يعلم بها الا الله. المهم قال لي مسامحك. قلت يا ابوي طيب ماني مصدق. انا الحين شفت اللي يجي فلوس ويدور ما مصدق. قلت انا من جد مسامحك؟ قال والله مسامحك. وصرت اقول خلاص طيب وفلانه وفلانه ونوف ونادي وسامح فلان وامي لا يكون في شيء. المهم خلاص الان بدات ايش؟ بدات على قولهم اني اشيك على الامور كلها. يوم شفت الامور كلها تمام والحمد لله كله تمام. قلت قول اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. فتشهد. انا اليوم بكيت عليها اكثر ما بكيت عليه. خلاص الجنه ما عاد فيه شيء ان شاء الله في الجنه. ما كان اخر كلام من الدنيا لا. ثم يوم خلص قال احنا اذن العصر. ما اذن العصر يوم قالها شق راسي لان الساعه 11 في الليل. عرفت انه خلاص. قلت الامور طيب ان شاء الله تبي تقوم بتزين الامور ما عندك مشكله. اشهد الله انه توفى رحمه الله عليه. فانا دائما اتكلم كلمه افكر في كلمه ابي وش تعني؟ تعني احتاج. ابي احتاج اريد. اي والله. فاللي عنده اللي يعني اللي عنده ابو والله انه في نعمه لا يعلم بها الا الله. اي والله. وافكر اللي عنده ابو مثل اللي عنده والله العظيم افكر مثل اللي عنده كنز وما هو قادر يتصرف فيه. هو لو عارف قيمته. لكن الله يخلي لك ابوك. امين. الله يجزاك. قسما بالله قسما بالله لو تجي تحب رجله والله العظيم ما بخساره انها رجوله. والله العظيم اذا فقدنا مشيه في المجالس فقدنا مشيه. والله العظيم اني الان قاعد اتخيل اقول يتابع ولا ما يتابع. لكن ابشركم والله اني مو بميت. والله اني على الالسن وفي كل مكان. لكن ادعوا له بالرحمه. الله والله ودي والله انكد عليكم لكن رحمه الله على موتانا وموتاكم. الله يغفر له. اللهم يرحمه. شكرا. وحنا والمشاهدين كلهم اللي يشاهدون الان يدعون لوالد ابو فزاع وازر حادث. الله يجعل قبره رب رياض الجنه ونتجاوز عنه.